السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح عديدة جدا. بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بنا، هتلاقوا عليه جميع مقالات المنح اللي إحنا بنردها على القناة وجميع خدماتنا اللي إحنا بنوفرها. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممولة بالكامل، تمام، وممكن نعتبرها كأنها فرصة تدريب. المنحة دي موجودة في دولة ألمانيا لسنة 2023. بيقول لك الباب مفتوح للتقديم أو التطبيقات مفتوحة للتقديم على زمالات أينشتاين أو تدريب أينشتاين، ودي فرصة كنا اتكلمنا عليها سابقا أكتر من مرة لأن الفرصة دي صراحة ممتازة جدا، تمام. طيب هنا عندنا شرح كده مبسط. الدولة اللي هيكون فيها الفرصة هي ألمانيا، الجهة المانحة مؤسسة أينشتاين، الفئات المسموح لها التقديم كل دول العالم. مستوى الدراسة، الفرصة دي هي فرصة زمالة أو تدريب. التمويل بتاعها الفرصة دي تقريبا ممولة بالكامل. تفاصيل عن المنحة دي بقى، بيقول لك في نهاية فترة الزمالة من المتوقع أن يقدم الزميل مشروع أو مشروعها في محاضرة عامة في منتدى أينشتاين، تمام. وهي ليست مخصصة للناس اللي عايزة تكمل دراستها، وإنما هي فرصة تدريبية ومساعدة ليك على أساس تنشر المعرفة بتاعتك وتستفاد من الفرصة دي. طيب بالنسبة للفرصة دي بقى هيحصل المشترك فيها على إيه؟ بيقول لك سيحصل على راتب مقداره 1000 يورو، تمام، وسداد نفقات السفر. يعني هتاخد 1000 يورو شهريا عشان تغطي لك التكاليف كلها، وكمان هتسدد لك كل نفقات السفر وتذاكر الطيران، تمام. طيب الأهلية للحصول على زمالات أينشتاين، يجب أن يكون المرشحون أقل من 35 عاما، يجب إن أنت تكون سنك ما يزيدش عن 35 سنة، تمام، ويجب إنك تكون حاصل على شهادة جامعية في العلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية أو العلوم الطبيعية. يجب إنها تكون تخصص مرتبط بالتخصصات الأدبية، يعني مش مثلا واحد دارس طب هيجي يقدم في الفرصة دي، يعني تكون فرصة قريبة شوية من هذه المجالات، تمام. بالنسبة لمعايير الاختيار، بيقول لك من خلال الفرصة يجب أن يثبت التطبيق الناجح جودة وأصالة وجدول المشروع المقترح. أنت يعني الفرصة دي عبارة عن إيه؟ عبارة إنك بيكون عندك مثلا مشروع معين في دماغك أو فكرة معينة في دماغك أو بروبوزل في دماغك، تمام. بروبوزل ده مرتبط بالتخصص بتاعك، تمام كده. طيب البروبوزل ده أنت بتعرضه في ورقتين أو 3 ورقات وبتقدمهم للمؤسسة، تمام، وهم على اساس البروبوزال اللي انت حطيته يقبلوا يا يرفضوا. ولازم تعمل بروبوزال بشكل كويس. البروبوزال ده بقى ممكن يكون مرتبط باي تخصص انت حابه، مش شرط التخصص بتاعك، تمام، يكون حاجه انت مهتم بيها، تمام كده. ومش شرط يكون معاك درجه الدكتوراه، عادي جدا ممكن تكون حاليا بتدرس او متخرج. طيب للتقديم على المنحه دي مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك السيره الذاتيه بتاعتك، السي في بتاعك، وتحاول تعمله على الطريقه الاوروبيه بشكل احترافي، مقترح مشروع من صفحتين، البروبوزل بتاعك. والبروبوزل ده يا جماعه لازم تعمله بشكل احترافي جدا. ليه؟ لان انت مثلا ما تروحش تكتب اي كلمتين وخلاص، او تاخد مشروع او مقترح مشروع من على النت وتقوم عامله كوبي بيست وخلاص. لا، تعمل اقتراح، تمام، بشكل احترافي بناء على مجال معين، تمام. كمان مطلوب منك خطابين توصيه، ممكن يكون من اساتذتك في الجامعه او ممكن يكون من اشخاص اشتغلت معاهم سابقا، تمام. ويجب ان يكون التقديم بحد اقصى 15 مايو 2023، ده اخر ميعاد للتقديم للفرصه دي. هنا طبعا جروباتنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام، يا ريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسيه فور نزولها. هنا بقى بكلمكم كده نبذه بسيطه عن مزايا الدراسه في المانيا. انت لما تدرس او تاخد تدريب في المانيا، طبعا الجوده العاليه، وان هي منحه مموله في المانيا بتقدم من المؤسسات والجامعات الالمانيه. فرصتك للتدريب في المانيا او للدراسه في المانيا بيأهلك للعمل وبيأهلك لسوق العمل، لانك كمان بتحصل على شهاده بعد هذا التدريب، تمام كده. وبتتفاعل مع اشخاص وبتلاقي ناس من مختلف الدول، وطبعا بلد امن جدا وبلد اقتصادي وفي يعني رفاهيه جدا، تمام. طيب هنا عندنا بعض الملحوظات. ما تنسوش ان قناتنا ومؤسستنا منح من كل الألوان توفر خدمات اضافيه، خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، فرص مضمونه القبول، المساعده للسفر الى هولندا، منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، خدمه تجهيز الاوراق، خدمه التقديم على فرص العمل، وخدمه تجهيز خطابات دعوه، وخدمه التقديم على الجامعات التركيه، والعديد من الخدمات الاخرى. ولو عايز تعرف على خدماتنا بشكل اكتر اضغط على رابط خدماتنا دي من هنا، تمام، هيفتح معاك رابط الخدمات. مثلا عايز اقدم مثلا في الفرصه دي، بضغط على قدم الان، تمام، هيفتح معايا الابلكيشن الخاص بالتقديم. تملى الابلكيشن ده وتكتب هنا اسم الفرصه اللي انت عايز تقدم ليها، تمام، وخدمه العملاء هتواصل معاك وترتب لي كل شيء. طيب تمام كده.
طيب عايزين بقى نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه وكيفيه التقديم. تضغط على كلمه قدم الاعلان عشان يفتح معاك الاعلان الرسمي، تمام كده؟ طيب هيفتح معانا هنا الاعلان الرسمي، طبعا بتنتظر 15 ثانيه لحد لما بيتم توجيهك بعد كده للاعلان الرسمي للمنحه، تمام؟ 15 ثانيه دول بيتم تجهيز فيهم الراوند، بعد كده بيفتح معاك الاعلان الرسمي بكل تفاصيله باللغه الانجليزيه. ده الاعلان الرسمي يا جماعه، اينشتاين فيلوتشيب، تمام؟ وهنا بيشرح لك التفاصيل كلها، المميزات. هنا الكول فور ابلكيشنز، تمام؟ وحاطط لك من هنا كول فور ابلكيشن، تضغط عليها يفتح معاك ملف بي دي اف، وهنا بيشرح لك التفاصيل بشكل اكتر. تعالى كده معايا هنا، تمام؟ مكتوب ايه؟ مطلوب سي في، صفحتين مقترح بحثي، واثنين خطابات توصيل، تمام؟ واخر ميعاد التقديم 15 مايو 2023، تمام كده؟ طيب انا بقى عايز اقدم في الفرصه دي، ركز بقى معايا كده، كاتب لك ايه هنا؟ بليز نوت ذات نو فيلوشيب ويل بي جيفن فور ديستنيشن ريسيرش، تمام؟ الناس اللي هي مؤهله اللي هي بتعمل ابحاث دلوقتي مش هيتم اعطائهم الاولويه، تمام؟ احنا عايزين حد ان هو يكون مهتم بمشروع معين او فكره مشروع معين عايز يعمله او عنده مقترح معين، تمام كده؟ طيب و ابلكيشن شود بي سبميتد باي ايميل فور، يجب ان انت تبعت الابلكيشن بتاعك للايميل ده، يعني تاخد الايميل ده كده، تمام، كوبي وتروح حاطط فيه السي في والاثنين مقترح بحث الصفحتين اللي انت عملتهم واثنين خطابات التوصيه وتروح بعتهم للايميل ده، تمام؟ تمام كده؟ طيب وتكتب طبعا بقى في التايتل بتاع الايميل انك بتملى لاينشتاين فيلوشيب، تمام؟ ويا جماعه نركز عشان مفيش ابلكيشن هنا تملاه، لكن مطلوب منك تجهز اوراق بشكل احترافي، فلازم تعمل اوراقك بشكل منسق، سي في، اثنين خطابات توصيه، المقترح البحثي، تمام؟ والمقترح البحثي بيكون مفتوح لاي موضوع انت مهتم بيه من الموضوع اللي احنا من المواضيع اللي احنا ذكرناها، علوم اجتماعيه، علوم انسانيه، سياسيه وما الى ذلك، تمام كده؟ طيب كده بشرحنا الفرصه كلها بشكل كامل، فرصه ممتازه جدا، بيعطيك 1000 يورو في الشهر وكمان بيسدد لك كل نفقات السفر. فرصة يعني مش معقدة وبيتقبل فيها أعداد كبيرة. طب بالنسبة لو أنت عايز تقدم من خلالنا، وضحنا هنا إن أنت عندك رابط التقديم من خلالنا وبتملأ التقديم للمنح، إحنا بنتواصل معاك ونرتب ليك كل شيء. كده وضحنا كل شيء بنجاح. أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.